مساكم الله بالخير. اليوم أنا بقول بكلمكم عن قصة واحدة كان طموحها إنها تكون رئيسة رابطة الطلبة في الجامعة. كانت هذه الرابطة بالنسبة لها شيء جديد. كان ميدان هي حابة تشتغل فيه، كان عمل ميداني، عمل سياسي، عمل نقابي، شافت نفسها فيه وقالت إنها راح تركز على هذا في هذا المجال طوال سنها في الجامعة. بعد ما اشتغلت لمدة سنتين اتضحت لها صورة هي ما كانت شايفتها من قبل، صورة بالنسبة لها كانت وايد مزعجة. اكتشفت انها ما راح تقدر تترأس هذا المجلس المصغر لأنها بنت. بعد ما اشتغلت سنتين في هذا المجال واستثمرت وقتها فيه من تنسيق ندوات، تنسيق اجتماعات، كتب الرسائل الرسمية، والوقت اللي استثمرتها في تطوير الذات، اكتشفت ان هذا الوقت ما راح يوصلها للهدف اللي هي كانت تبي وقتها واللي كان انها تترأس الرابطة. للأسف ان وقتها ارضخت الامر الواقع ورشحت نفسها لمنصب نائبة الرئيس. وعادة في الرابطة اللي يصير هو ان النائب اذا كان ولد يا اما يتنحى او يرشح نفسه للرئاسة، لكن إذا كانت بنت وكانت نائبة رئيس ما عندها الفرصة إنها تترشح للرئاسة، فالأوبشن الوحيد اللي عندها هو إنها تتنحى. وهذا السبب راجع فقط لمبدأ أو لعرف أو لثقافة موجودة عندنا في المجتمع، وهو إن إذا بنت رشحت نفسها للرئاسة ما حد راح يسوت وبالنهاية القائمة راح تخسر. فوق كل هذا زميلها اللي دخل الرابطة بعدها لمن هي كانت نائبة رئيس ترأسها في السنة الثالثة لأنه ولد، لكن هي عدت بمكانها لأنها بنت. تكلفة الصمت في هذا الموقف كلفت البنت طموحها. أنا البنت وتكلفتي في صمتي في هذا الموقف كلفني طموحي. كانت التجربة بالنسبة لي نوع من أنواع الويك أب كول، علمتني أن موضوع المنصب بشكل عام هو متوقف على الكفاءة، متوقف على ثقافة المجتمع اللي موجودة عندنا اليوم، اللي هو إذا أنت بنت ما راح تقدرين، بس إذا أنت ولد راح تقدر، بغض النظر عن يقين الأشخاص في كفاءة وقدرات هذه البنت. هذه التجربة علمتني اليوم أن أنا لازم أتخذ موقف وأكون جزء من محاولة تغيير هذا الشيء في مجتمعنا. بحاول أنا اليوم أن ما أخلي هذه التجربة تنعاد سواء لي أو لأي امرأة عندها طموح. ما راح أحاول أني ما أخلي هذا التمييز الجنسي اللي عندنا اليوم يوقف بينها وبين طموحها أو بيني وبين طموحي، لأن أدري مثل ما صار لي هذا الموقف من قبل ممكن ينعاد لي في المستقبل وممكن يصير لغيري من النساء. فقررت أنا اليوم أني أكون رئيس فريق إثارة تطوعي لحماية النساء من العنف وحماية النساء بشكل عام في دولة الكويت، وأنا أيضاً عضوة في حملة إلغاء المادة 153. من خلال مسح ميداني سويناه مع دكتورة فاطمة سالم اكتشفنا أن نص المجتمع الكويتي من النساء والرجال تعرضوا أو معرضين لنوع من أنواع العنف. نص المجتمع الكويتي. المشكلة الكبيرة عندنا اليوم بالكويت اللي نواجهها إحنا أن ما عندنا قوانين كافية لحماية هذه الفئات من هذه الممارسات الشنيعة، وما عندنا دور إيواء تحتضن هذه الفئات المعنفة. من خلال تجربتي في هذا المجال في السنة اللي طافت مرت علينا حالات ما أتوقع أن في أي أحد ممكن يصدق أنها موجودة في الكويت اليوم، حالات المفروض أنها ما تكون موجودة في الكويت اليوم. منو ممكن يتوقع أن بالكويت يكون في بنت
عمرها 17 سنة تتعرض للعنف من والدها واضطرت إنها تنام في حديقة عامة لمدة 3 أيام. منو ممكن يتوقع بكويت إن في أخو يجبر أخته في الإقامة في مستشفى الطب النفسي بس عشان يقدر يتحكم بالورث؟ منو ممكن يتوقع إن عندنا بكويت اليوم ريال يعنف مرته اللي حامل بشهرها 8 عنف شديد كاد ينهي حياتها هي وطفلها لو ما دخلنا؟ وأيضا عندنا حالات أم تعنف بنتها لأسباب اجتماعية ومادية حول مفهوم خاطئ للتأديب. قررنا إحنا اليوم أن نوقف أبوي هذه الممارسات ونحاول نصنع التغيير على قدر الإمكان. وايد ناس يسألوني يعني أنت ليش بهذا المجال؟ بدام أنت بيئتك بعيدة عن هذه المعاناة، ليش تعورين راسك وتعورين قلبك؟ أنت شو اللي مارة فيه اللي دخلك في هذا المجال؟ بس أنا نصيحتي حق كل من إن الواحد المفروض ما ينطر الشيء يصير له عشان يتخذ موقف تجاهه. بالنهاية إحنا كلنا أفراد هذا المجتمع وكلنا عندنا واجب اتجاه مجتمعنا إن نحاول نطوره ونحاول نحسن من حالته سواء لنا أو لغيرنا على قدر الإمكان. إذا كل من بيقول أنا شلي بهالموضوع وأنا مالي دخل بهالسالفة وأنا مالي معور راسي، كان عمرنا ما شفنا التطور اللي صار بالكويت قبل، ومستحيل إن راح نشوف أي ارتقاء في المستقبل، مستحيل. إذا كل من بيقعد ويحط ريل على ريل وينطر التغيير يصير، عمرنا ما راح نشوف التغيير. فاليوم أنا نصيحتي حق كل من سواء كانت في هذه القضية أو قضية ثانية، أي قضية إحنا مؤمنين فيها، إذا إحنا نعتبر من الفئات المحظوظة اللي ما عمرنا كنا ضحايا أو راح نكون أو ما أعتقد راح نكون ضحايا لأي نوع من ممارسات خاطئة، نقدر نأخذ أو نستخدم هذه الفرصة اللي عندنا ونستخدم أصواتنا للدفاع عن من هم أقل حظ منا. يعني بالنهاية إحنا اللي قاعد نشكل مجتمعنا وإحنا راح نفرق في هذا المجتمع. أتمنى إن كل من يتخذ موقف، وأتمنى أن كل من يسوي شيء تجاه مجتمعه، وأتمنى أن كل اللي قاعدين هني ومن جيلي وجيل القادم وجيل الطاف بعد أن يدفع في صنع هذا التغيير اللي كلنا نتمنى نشوفه في الكويت. شكراً.